فازت مصر بميداليتين ذهبية وفضية، وذلك بمنافسات البطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة تحت وزن 46 كيلو، لتحصد بذلك مصر أول مركزين في هذا الوزن. ويشارك في البطولة العربية للجودو 10 دول، هي مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا واليمن. انطلاقة قوية لبطولة الجودو العربية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط استعدادات خاصة قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد العربي للجودو، الذي وجه الشكر لمصر على استضافتها للبطولة وتقديم كل أنواع الدعم للوفود العربية المشاركة. النسخة الثانية في عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات أبنائنا، اليوم وصل عدد في حدود 500 لاعب ولاعبة. نتمنى إن شاء الله في النسخة الثالثة يكون عدد أكبر من الدول ومن اللاعبين. البطولة اشترك فيها 10 دول و 47 نادي بيمثلوا العشر دول دول. البطولة ثلاث مراحل عمرية، تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وتحت 18 سنة. شاهد امبارح بطولة تحت 14 سنة، منافسة شديدة ولطيفة ما بين البراعم الصغيرين. النهاردة البطولة أكثر شراسة، شباب تحت 15 تحت 16 سنة. بكرة إن شاء الله هيبقى المنافسة أقوى وأقوى. يشارك في البطولة العربية للجودو 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة، الذين خاضوا بعض النزالات اليوم وسط منافسة قوية وحالة تشجيعية كبيرة. وعبر المشاركون عن أهمية إقامة البطولة في مدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بهذه الأجواء الساحرة والإشادة بالأجواء التنظيمية للبطولة. الحمد لله يعني ربنا كرمني وشاركت في البطولة دي، والحمد لله ربنا زقني مركز تاني الحمد لله. يعني مستعد قبل البطولة، مسوي بالنادي معسكر او نعسكر برا بمصر او نعسكر باذربيجان، اما قبل البطولة قبل ما ادش اللعب نسخن تسخين نص ساعة ساعة، خلي يصير جسمي حار وادش اللعب. اجواء ممتازة وتنظيم ممتاز من احسن ما يكون. البطولة هنا روعة، الحكام صراحة حكم مظبوط، كل حاجة هنا متدققة مظبوطة، اللعيبة هنا كويسة جدا جدا. تستمر البطولة العربية للجودو حتى 28 من أغسطس الجاري، مما يتيح العديد من الفرص للمشاركين في تطوير قدراتهم ومهاراتهم لحصد مزيد من الألقاب في البطولات الدولية خاصة في مصر، وسط تقديم كل أنواع الدعم للرياضات المختلفة، ولتكون مدينة العلمين الجديدة وجهة رياضية وسياحية هامة. محمود جميل، التلفزيون المصري.